طيب دلوقتي مشاهدينا، طبعا فلسطين دايما في قلب كل مصر، وهي قضية كل عربي حر شريف، ونفسنا يعني يجي اليوم اللي تتحرر فيه ويعيش شعبنا في سلام وأمان. ومفيش مناسبة أو فعالية بتتم في مصر إلا وبنحاول فيها نقدم الدعم للقضية الفلسطينية، وده اللي شفناه في معرض الكتاب بافتتاح فعاليات يوم الثقافة والتراث الفلسطيني اللي نظمته وزارة الثقافة المصرية دعما للقضية الفلسطينية. الفعالية اللي افتتحها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ابتداء بمعرض فلسطين في عيون أطفال مصر اللي بيحكي قضيتنا العربية الأولى للأطفال، وكمان كان في رسم للمسجد الأقصى علشان نوعي أطفالنا وهم في سن صغرهم لأهمية فلسطين وأهميتهم الأولى للقبلتين وثلث الحرمين. يوم الثقافة والتراث الفلسطيني كان فيه عروض لمجموعة من الفرق الفنية زي فرقة بنات، بالإضافة لكورال عباد الشمس الفلسطيني اللي قدموا فيه عدد من التابلوهات الفنية اللي عكست وعي الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية، اللي قالت عنها معالي وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني إنها تظل محور رئيسي لتضامن المصريين، وإن الوزارة حرصت على تنظيم الفعاليات والملتقيات الداعمة لفلسطين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن فعاليات يوم فلسطين من أستاذ ناجي الناجي، الأديب والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة. صباح الورد على حضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خلينا في البداية نعرف من حضرتك إيه هو الدور اللي ممكن تلعبه الفنون والثقافة في تحقيق السلام ووقف كل أشكال العنف والمعاناة. يعني الحقيقة الظرف الآني والحرب الإبادة الاجتماعية الحالية التي يمر بها شعبنا ربما هي خير دليل على دور القوى الناعمة الحقيقية والمؤثر في تغيير الرأي العام. احنا كلنا شفنا بعد يوم 7 اكتوبر لمدة 8 أيام متواصلة كان هناك تضليل كامل بالرأي العام في الإعلام الغربي وبالتالي لدى الجمهور الغربي. من عمل على تغيير هذه المعادلة بشكل رئيس هي القوى الناعمة والفنون والثقافة، لأنه حتى في هذه الفترة الأولى كان الإعلام والإعلام البديل والإعلام الموازي كلهم في الغرب موجهون في إطار واحد فقط، لا ينفي الحقائق وإنما يذهب إلى سيناريوهات أخرى ويذهب إلى أطروحات أخرى ورؤى أخرى حول حقيقة ما يجري. وبالتالي كنا بأمس الحاجة في ذاك الوقت إلى وجود أصوات حرة قادرة على نقل الحقائق، وهذا الدور الذي لعبته كل القوى الناعمة في تلك الفترة المهمة للغاية والتي أدت إلى انكشاف الحقائق، وأن آلة الحرب الإسرائيلية هي التي تجرم في حق الإنسانية أولا وفي حق الشعب الفلسطيني. لذلك دور الثقافة والفنون هو دور استراتيجي، دور لا يقل على الإطلاق عن أي دور سياسي أو دبلوماسي، بل هي تمارس دور أكثر تجذرا وأطول أمدا وأفضل تأصيلا لهذا الصراع. عظيم جدا. طيب كنا عايزين نعرف كمان من حضرتك يعني نعرف أكتر عن الفن والثقافة الفلسطينية، إيه أبرز الأعمال الفنية وكمان الثقافية اللي اشتهرت بها فلسطين؟ يعني هذا كان جزء من رسالة جناح الدولة خلال مشاركتنا هذا العام، وهو إبراز الثقافة الفلسطينية قبل النكبة. قبل نكبة عام 48 كانت أول فيلم سينما عربي خرج من فلسطين وأخرجه الأخوان لاما. ثاني إذاعة في العالم العربي بعد إذاعة القاهرة كانت إذاعة القدس في فلسطين. الفنون التشكيلية، أول جوقة نسائية في بلاد الشام كانت موجودة في مدينة الناصرة. وبالتالي هو شعب حضاري طوال الوقت، وهذه الحضارة امتدت حتى اليوم. اليوم نرى أن في كل دورة من دورات المهرجانات العالمية للسينما أن هناك فيلما فلسطينيا أو مخرجا فلسطينيا أو صانع أفلام بشكل عام، كذلك على إطار الفن التشكيلي. طبعا على الأطر الفكرية والأدبية حدثي ولا حرج، لدينا أيقونتنا محمود درويش وسميح القاسم، وهذا جيل ولاد، بمعنى لا نتحدث فقط عن جيل مضى وإنما نتحدث حتى عن هذه اللحظة التي أفرزت العديد من الأصوات الثقافية والأدبية والفنية الفلسطينية الفاعلة على الساحة في كل المجالات. أكيد طبعا. أستاذ ناجي الناجي، الأديب والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا.